الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه البابا تواضروس على أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر. مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا يجتمع لأول مرة في مقر مجلس الوزراء، وأردوغان يسعى أن تخضع القوات المسلحة ووكالة المخابرات الوطنية لسلطة الرئاسة. الجيش السوري يعلن سيطرته على حي بني زيد في حلب، والأسد يصدر عفوا عن كل من حمل السلاح وبادر إلى تسليم نفسه. من مساء بتوقيت القاهرة السادسة في غرينتش، أهلا بكم إلى بانوراما إخبارية شاملة وأبرز المتابعات سياسيا واقتصاديا ورياضيا. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين والعمل على التصدي لها بكل حزم. وخلال استقباله البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعددا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكد الرئيس السيسي على أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة جهود مجتمعية لتأكيد أهمية قيمة المواطنة والإخاء بين مسلمي ومسيحي مصر. من جانبه أعرب البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي على مواقفه من أجل تعزيز قيمة المواطنة، فضلا عن حرص الدولة على ترميم الكنائس المضارة جراء الأعمال الإرهابية واهتمامها ببناء الكنائس في المدن والتجمعات السكنية الجديدة. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صياغة استراتيجية إعلامية عربية للتصدي لما تتعرض له صورة المسلمين والعرب من تشويه نتيجة أحداث الإرهاب والتطرف وممارسات خاطئة أساءت إلى الدين الإسلامي والعالم العربي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوفد الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين. وأكد الرئيس على أهمية اطلاع وسائل الإعلام العربية بمسؤوليتها في الالتزام بالموضوعية والحيادية وزيادة التوعية المجتمعية، ووجه بتخصيص مقر للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه أشاد الوفد بموقف السيسي الداعم لحرية الصحافة والتعبير، مؤكدين قيام الاتحاد بصياغة ميثاق شرف إعلامي عربي لتمكين الإعلام من التصدي للمخاطر وعلى رأسها الإرهاب والتطرف. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بالأخبار الأستاذ محمد الشماع. أستاذ محمد، كيف تابعت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع البابا تواضروس الثاني اليوم؟ بالتأكيد بيأتي لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقداسة البابا تواضروس من أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية المتينة التي تتمتع ب صفات وسمات لا تتوفر لأي مجتمع آخر في العالم. نعم. وتتميز بصورة جلية وحدة وطنية حقيقية بين أبناء الشعب المصري الواحد الذي يحرص دائما على أن يعني يسميه السيد الرئيس الشعب المصري بكامل أطيافه، ولا ويدعو دائما إلى أن ليس هناك مصري مسيحي أو مصري قبطي، كلنا مصريون. والسيد الرئيس يسمي هذه الوحدة، ويأتي حرصه دائما على اللقاء البابا تواضروس وتهنئة والحديث معه سواء كان باللقاءات الشخصية أو مع قيادات الكنيسة المصرية في كل مناسبة ممكنة. وقد تجلى ذلك في زيارة السيد الرئيس لتهنئة الإخوة الأقباط بيدهم في الكاتدرائية بالعباسية. ويأتي اليوم لقاء السيد الرئيس في مرحلة في غاية الأهمية، لأنه الشعب المصري مستهدف في هذه الفترة، وهناك الشائعات التي تحاول أن تضرب الوحدة الوطنية في مقتل. نعم. وأن تحيل حالة الاستقرار والتوائد والتسامح التي يعيشها أبناء مصر بكامل طوائفهم، تحاول أن تخترق الصف المصري وتحاول أن تشيع الخلافات باستخدام الإشاعات وباستخدام بعض ضعاف النفوس، وأيضا خلق بعض المشاكل ما بين وتضخيم المشاكل التي ممكن تحدث
في أي مكان في العالم. أستاذ محمد، كان أيضا الرئيس لقاء هام مع تحدي الصحفيين العرب، يعني من وجهة نظرك الدور الذي لابد أن يقوم به الاتحاد في الفترة المقبلة في إطار التوجيهات والملاحظات التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه؟ يا سيد الرئيس، كان في حالة نقاش مع وفد اتحاد الصحفيين العرب بقدر ما هو كان حريصا على الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء الاتحاد، وأيضا سيد الرئيس أيضا ركز على ضرورة خروج ميثاق الشرف العمل الإعلامي العربي إلى النور، وأيضا إلى ضرورة مشاركة اتحاد الصحفيين العرب وكل الصحفيين العرب في كل الدول العربية في التصدي للمحاولات التي تهدف إلى تشويه صورة المسلمين والعرب، وأيضا إعطاء صورة مغايرة للحقيقة والواقع، وتضخيم المشاكل وبث الفتن واللي بتحاول جهات أجنبية وفي سبيل تحقيق مآرب معينة أهمها تضخيم عملية الإرهاب والتقاء بالعرب والمسلمين، ونحن منه براء بالتأكيد. أيضا الصحفيين العرب عليهم دور كبير جدا في إشاعة روح تدميع العالم العربي اللي بتفحت الإرهاب والتصدي له بكل الوسائل، وكشف الأساليب المختلفة التي يحاول أن يتستر خلفها الإرهاب في محاولات لنشر يعني ارتداء عباءة الإسلام وهو منهم براء، ويعني ارتكاب أفعال ويتم نسبها إلى الإسلام وهو منه براء. الصحفيين العرب والإعلاميين العرب عليهم دور كبير جدا أيضا في تجميع القوى العربية في التصدي للهجمات الشرسة التي تحاول تفتيت العالم العربي إلى دويلات صغيرة، وإضعاف الدول العربية، ونشر صورة مغايرة للعرب والمسلمين أنهم ينتهكون حقوق الإنسان وينتهكون حرية الرأي. لكن الأستاذ الرئيس أكد على تشجيع وتدعيم حرية الرأي وتشجيع أيضا العمل الديمقراطي والعمل على نشر حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية الرأي بصورة عامة. نعم، أشكرك الكاتب الصحفي بالأخبار الأستاذ محمد الشماعة. كرم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل مدير عام جمارك ميناء العين السخنة علي كامل، والذي تعرض لإطلاق نار أدى إلى إصابته إصابة خطيرة بأحد ذراعيه نتيجة تصديه لمحاولات الفساد والتهريب والتزوير. وخلال تكريم الذي جرى بمقر رئاسة الوزراء، أكد إسماعيل أن الدولة تقدر ما يقوم به رجالها الشرفاء والأكفاء من دور هام في المحافظة على المال العام والتعامل مع أي مخالفات تضر بالاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة التكاتف لمحاربة الفساد بجميع أشكاله والقضاء عليه. وقد أشاد مدير جمارك ميناء العين السخنة بهذا التكريم الذي اعتبره حافزا ورسالة لكل المواطنين شرفاء لمواصلة العمل بكل جد وتفان وإخلاص. قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالحبس لمدة عام وتغريمه مبلغ 20,000 جنيه وتحديد كفالة مالية قدرها 10,000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة. ويحاكم جنينة لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر على خلفية تصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده. التقى الفريق أول لصدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد جمعية الصداقة البرلمانية بمجلسي العموم واللوردات البريطانيين الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأعرض القائد العام عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك نحو جميع القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. تمكنت عناصر الجيش الثالث الميداني من القضاء على 3 تكفيريين شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون بمنطقة وادي خريزة، وكان بحوزتهم بندقية آلية و4 خزن و100 طلقة آلية وجهاز لاسلكي. كما تم ضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها هذه العناصر في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية،
وتم ضبط وتدمير عربة نقل بمنطقة وادي جريا وحرق 9 عشش و3 خيام بها أدوات ومواد إعاشة خاصة بتلك العناصر. كذلك تمكنت إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني أثناء عملية التفتيش والمداهمة من ضبط وتدمير 3 مزارع لنبات البانجو المعد للتداول، كما تم حرق 20 كيلوغرام من بذور المواد المخدرة المعدة للزراعة وحرق 100 جوال لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 طن. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوفا أبرز مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية والإقليمية لاستئناف عملية السلام. واستعرض شكري خلال لقاء الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المفاوضات وفقا للرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن عدم ارتياح القاهرة لتقرير الرباعية الدولية فيما يتعلق بموضوع الاستيطان ومصادرة الممتلكات والأراضي الفلسطينية. من جانبه أشاد المبعوث الأممي للسلام بالجهود التي تبذلها مصر من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدا على استعداد الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود على مسار بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود إيغور لوكسي المرشح لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة. وأعرب مرشح الجبل الأسود عن اهتمامه بقضايا التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة 2030 والعمل على تعزيز دور دول الجنوب، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والوكالة المتخصصة. من جانبه أكد وزير الخارجية حرص مصر على اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في التصويت لاختيار سكرتير عام الأمم المتحدة في إطار من الحيادية وبما يخدم صالح المنظمة الدولية والمجتمع الدولي. أقر وزراء خارجية رابطة الأسيان خلال اجتماعهم 49 الذي عقد في فينتان عاصمة جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية يوم 24 يوليو الجاري الموافقة على الطلب الذي تقدمت به مصر في يوليو من عام 2015 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون TEC مع الرابطة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن التوقيع على المعاهدة سيمهد الطريق أمام حصول مصر على وضعية شريك حوار مع الرابطة في المستقبل، كما يتيح انضمام مصر للمعاهدة بناء على علاقات مؤسسية ودفع جهود تعزيز العلاقات الأساسية والاقتصادية مع رابطة الأسيان التي تضم 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايلاند وماينمار وسنغافورة وبروناي وكمبوديا ولاوس. يأتي هذا المسعى في إطار توجهات السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز علاقتها مع الدول والتجمعات الأسيوية، انطلاقا من الأهمية التي توليها مصر لاستشراف الأفاق المستقبلية لعلاقتها مع القارة الأسيوية. فتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اليوم باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة نظام قديم وحديث، ومن المقرر أن يستمر حتى الاثنين الموافق الأول من أغسطس المقبل. وقال سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات إن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى سيكون للشعبة العلمية بنسبة 96.6% فأكثر، والشعبة الهندسية بنسبة 92.7% فأكثر، والشعبة الأدبية بنسبة 80% فأكثر. وأضاف أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على أن يتقدم الطلاب برغباتهم وفقا لشرائح المجموعة اليومية المخصصة لكل شعبة. نظمت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي حفلا لتكريم الطالب أبانوب عادل عبد الله الأول على الثانوية العامة للمكفوفين. وكان أبانوب قد حصل على مجموع 97.8% وتلقى اتصالا من وزير التعليم لإبلاغه بالنتيجة. من أجل النجاح بتفوق تحدى نفسه وأثبت للجميع أن الإعاقة لا تتمثل في جسد بل تتمثل في العقول المشتتة، إنه الطالب أبانوب عادل عبد الله الأول على الثانوية العامة للمكفوفين والذي تم تكريمه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. الناس اللي عندهم إعاقات أحب أقول لهم ربنا بياخد من حاجة ويدي في حاجة، أنت إنسان طبيعي زيك زي غيرك، كل الفكره ان في حاجه اتبدلت عندك، بدل ما تقعد تقول انا ليه بقيت كده اقعد قول ربنا اداني ايه ممكن استغله.
أسرة أبانوب كانت دائما تقوم بمساعدته في دراسته وتوفر له كل المقومات التي يحتاج إليها للوصول إلى هدفه. فخورة بكتير جدا، فرحانة طبعا أن ابني يطلع أول جمهورية. أنا كنت بحاول أساعده على قد ما أقدر، أن أنا كنت بجيب كتب مبصر اللي هي بتاعتنا إحنا، وكنت بقرأ له بيها، فهو كمان كان ساعات بيجيب لي نزل حاجات على النت، في حاجات بيبقى مستعجل فيها، البراير بتاخد وقت كبير جدا على ما يقرأ البراير، فبيبقى محتاج حد ينجز معاه ويقرأ له، فأنا كنت ممكن أقرأ له من على النت عادي وساعده وحاول أن أنا أقرأ له، حتى لما كان بيبقى زعلان متضايق مش عارف يلم المنهج إزاي، طب أنت بس عايز إيه؟ أنا هسهر معاك، أنا هقرأ لك اللي أنت عايزه. كنا أي حاجة يطلبها بنوف كنت بلبها له، لأنه عشان ما حسسوش بحاجة ناقصة عنده، وكنت بساعده في كل حاجة ونودي المدرسة ونجيبه. ونشكر ربنا، الحمد لله ربنا حقق لنا الحلم اللي احنا كنا عايزينه. وزارة التضامن الاجتماعي كرمت أبانوب وأسرته تحفيزا له على تفوقه في الثانوية العامة. طبعا عزيمته وإصراره هم الأساس، ولكن وجود حضراتكم وجهدكم وإيمانكم بيه وصبركم وشغلكم معاه هو اللي خلاه يوصل للنتيجة دي، وإحنا فخورين بيه وبنتعهد إن إحنا ندعمه ونساعده علشان يحقق كل أحلامه في إن هو يكمل تعليمه. وطالب أبانوب الجهات المسؤولة عن المنظومة التعليمية بتغيير النظام التعليمي حتى يعتمد على الفهم وليس على الحفظ فقط، حتى يستطيع تطبيق ما تعلمه في الحياة العملية. التكريم الحقيقي للطلاب المتفوقين هو متابعة الحكومة لهم من أجل توفير فرصة عمل تليق بهم وتخدم طموحاتهم في المستقبل. من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، بسمة الشاعر، أمين. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لأمراض الكبد الوبائية، أقيم المؤتمر الثامن لأقسام الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة الأزهر. تزامن ذلك مع إعلان مصر انتهاءها من برنامج علاج مليون مريض كانوا يحملون فيروس سي، أنها تستهدف علاج 10 ملايين مريض. تحتفل منظمة الصحة العالمية ودول العالم باليوم العالمي للفيروسات الكبدية، ويعد فيروس سي أحد أهم مسببات الأمراض على مستوى العالم. وبهذه المناسبة أعلنت مصر أنها تهزم فيروس سي وتعالج مليون مريض. وفي هذا الإطار عقد المؤتمر الثامن لأقسام الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة الأزهر. مؤتمر اليوم احنا بنناقش ادويه فيروس سي الحديثه، بعض المشكلات او المضاعفات، ما الذي يمكن ان يفعله مريض فيروس سي بعد الانتهاء من العلاج، طرق المتابعه، هل تنتهي المتابعه بنهايه العلاج ولا لا، في توصيات بانه يستمر المتابعه لحاجات كثيره. التشخيص والعلاج المبكر لمرضى فيروس سي بالاضافه لطرق العلاج المناسبه لكل حاله من العوامل المهمه التي ساعدت على علاج مليون مريض هذا العام. منع العدوى ودورات اللي احنا هنعملها وورش العمل اللي هنعملها، يمكن كان في ورشه يوم السبت الجاي ان شاء الله، دي هتقام في مستشفى الحسين لتوعيه الجمهور عامه، سواء في المستشفيات او المتعاملين مع المرضى، بحيث ان احنا نديهم الخبره ان هو ما يتعديش. ده الجزء الاول. الجزء الثاني طبعا المحافظه على العلاج وتوفيره. تسعى مصر أن تصل نسبة الإصابة بفيروس سي إلى أقل من 2% قبل نهاية عام 2020، وتصل إلى أقل من 1% بعد ذلك بخمس سنوات. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لفيروس سي، يأتي المؤتمر الثامن لأقسام الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة الأزهر، داعما لهدف إعلان مصر خالية من فيروس سي وتوعية للمواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض وكيفية العلاج السليم. من مقر انعقاد المؤتمر، نشوى صالح، النيل. استقبل منفذ السلوم 376 مصريا عائدون من ليبيا، من بينهم 291 وصلوا بشكل شرعي و85 غير شرعي، كما تم سفر 700 شخص بينهم 166 مصريا و534 ليبيا. كذلك تم إنهاء إجراءات مغادرة 80 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من ميناء السلوم البري متجهة لمنفذ مساعد ليبي، وأيضا وصول 57 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
أكد مجلس النواب الليبي أن لقاء القاهرة بين رئيس المجلس عقيل صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج برعاية مصرية في القاهرة ناقش قضايا تتعلق بالاتفاق السياسي ومخرجاته. وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن لقاءات الجانبين تمت بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، موضحا أنها استهدفت العمل على إيجاد حلول تتفق عليها كل الأطراف لاتخاذ القرارات والإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها في ليبيا من أجل استقرار البلاد وتقدمها. وميدانيا لقي عنصران من قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي مصرعهما، وأصيب 7 آخرون جراء اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش بسرت. وأكد مصدر عسكري أن العنصرين قتلا على يد أحد القناصين التابعين للتنظيم بحي دولار وسط سرت، بينما أصيب 7 آخرون جراء المواجهات التي يشهدها المحور الجنوبي الغربي للمدينة في الوقت الذي كبد فيه التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وكان عنصر من البنيان المرصوص قد قتل وأصيب 4 آخرون في وقت سابق اليوم جراء انفجار لغم أرضي بالمحور الجنوبي الغربي بسرت. قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عدم استقبال مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كافة السجون اليوم، تعبيرا عن رفضهم لقرار اللجنة بشأن تقليص زيارات عائلتهم من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة. وقال الأسرى في بيان صحفي نقله نادي الأسير الفلسطيني إن هذه الخطوة سيرافقها إرجاع لوجبات الطعام، ودعا الأسرى عائلاتهم والمؤسسات الحقوقية إلى الاعتصام أمام مقرة الصليب الأحمر في جميع المحافظات الفلسطينية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله رواء حسونة مراسلة النيل. رواء، هل لقي قرار الأسرى بعدم استقبال مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي ردود فعل من الجانب الإسرائيلي؟ مرحبا بكم. يعني بعد هذا القرار المفاجئ من قبل الأسرى ومحافظة يعتبر رفضا لتغيير القرارات من قبل مندوب الصليب الأحمر بتحويل الزيارات من زيارتين في الشهر إلى زيارة واحدة، هو قرار يعني جاء بغير ميعادهم بالنسبة للأسرى الفلسطينيين. لم يأتي أو لم يكن هناك أي صدى لهذا القرار من قبل الأسرى الفلسطينيين أو من الجانب الإسرائيلي على هذا القرار، ولكن أكد محامي الهيئة حتى هذه اللحظة بأن قرار رفض زيارات الصليب الأحمر سيستمر حتى يتم التراجع عنه أو تقديم مبررات حقيقية ومقنعة بالنسبة للهيئة، بعيدا عن سياسة الغموض وتقديم الأعذار الغير منطقية المعتمدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أضافت الهيئة بأن هذا القرار زاد من معاناة الأسرى، محملة الصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عن اتخاذ هذا القرار الذي يدعم الاحتلال الإسرائيلي ويعاقب ضحايا السجون الإسرائيلي وهم الأسرى الفلسطينيين. كما دعت الهيئة غدا إلى إعلان يوم غد هو يوم تضامن مع الأسرى، كانت بكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى الضغط أيضا على الصليب الأحمر للعدول عن قراره بخصوص تقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين. رواء، هل بدأ الأهالي أو أهالي الأسرى بالفعل تلبية دعوة ذويهم بالاعتصام نتيجة هذا القرار؟ نعم صحيح، غدا سيكون يوم اعتصام أمام مبنى هيئة الصليب الأحمر في مدينة رام الله من قبل أهالي الأسرى، وسيكون منذ صباح يوم غد. وماذا عن عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل تحت ذريعة البناء بدون ترخيص؟ يعني شنت إسرائيل منذ بداية هذا الشهر حملة هدم واسعة لعدة منازل للفلسطينيين، كانت بحجة عدم الترخيص في مدن القدس الشرقية وفي في مخيم العروب جنوب الخليل وأيضا في مدينة الخليل ذاتها. هي حجة إسرائيل الدائمة بعدم الترخيص، ولكن هذه سياسة تتعمد إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من قبل طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي وتشريد أهالي الأسرى منهم وأيضا أهالي الشهداء. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله مراسلة النيل رواء حسونة. قالت مصادر برلمانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن تخضع القوات المسلحة ووكالة المخابرات الوطنية
لسلطة الرئاسة. يأتي هذا بينما اجتمع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة باجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، والذي سيتخذ خلاله القرار بإجراء تعديلات في الجيش والذي أقيل نحو نصف جنرالاته بعد محاولة التمرد الأخيرة. يأتي اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي غداة الإعلان رسميا عن عملية تطهير على نطاق واسع في قيادة الجيش، مع إقالة 149 جنرالا وأدميرالا على خلفية محاولة التمرد الأخيرة مساء 15 من يوليو الجاري. دعا الرئيس السوري بشار الأسد اليوم جميع أبناء الشعب السوري للوقوف صفا واحدا مع الجيش من أجل استئصال الإرهاب من البلاد. وقال الأسد إن المصالحة الوطنية هي الطريق الأهم لوضع حد لما يعصف بسوريا من عنف وقتل ودمار، وناشد الرئيس السوري الجميع بالعودة إلى حضن الوطن وإلقاء السلاح ليجدوا سوريا كما كانت دائما، الأمة الحاضنة للجميع والحريصة على أمنهم وأمانهم ومستقبل أجيالهم. وعودة مرة أخرى للشأن التركي وللمزيد من المتابعة لتطورات الموقف التركي، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زهران المحلل السياسي المتخصص في الشؤون التركية. أستاذ مصطفى، كيف تقيم الإجراءات الأخيرة التي يقوم بها أردوغان، خاصة الخبر الأخير الذي تحدث عن رغبته في خضوع القوات المسلحة ووكالة المخابرات لسلطة الرئاسة؟ يعني لا شك أن أردوغان الرئيس التركي لن يجد أفضل من هذه الظروف وهذا السياق الذي يلتفت بالدولة التركية لتقنين دور الجيش في الحياة السياسية ووضع الجيش في محددات لها بدايات ونهايات، وهو الذي لم يكن عليه في السنوات القادمة السابقة والعقود السابقة. فبالتالي أردوغان والدولة التركية والحياة السياسية بشكل عام تسعى لأن يكون هناك تموضع مختلف مغاير عن سابقه للجيش في الحياة التركية. بمعنى آخر هناك تحييد للأجهزة العسكرية ومحاولة وضعها في تصورات مختلفة وفي معايير مغايرة واقتصار دورها في حماية الوطن كما يقول السادة الأتراك والعودة إلى السكنات. فبالتالي لا مكان ولا مجال للمشهد للحياة العسكرية في المشهد المدني، وهو ما تبرزه التصريحات الأخيرة لسياسة الأتراك والرئيس التركي عن محاولة وضع مدنيين على رأس الهرم العسكري في الداخل التركي، ما يعني إتاحة دور أقوى وإعادة تمدين الحياة العسكرية التي لم تشهدها الدولة التركية التي وظلت تحت اللصاية العسكرية لعقود متوالية. إذن يعني ما الإجراءات التي ستتم بعد صدور أو اتخاذ هذا القرار من وجهة نظرك، ويعني أبرز الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذه؟ نعم نعم، البدايات كانت في إعادة تنظيمنا إلى حاضنة الوزارة الداخلية، وهو أمر لم يكن معتاد في السابق. محاولات إخراج السكنات العسكرية في الداخل التركي إلى خارج الإطار المدني أو خارج إطار المدن في أن يكون هناك محاولة وضعها في أماكن لا يخشى منها أن تعاود الانقلاب مجددا مستقبلا، وهي الحصيلة أو المحددات الرئيسة التي وضعتها الدولة التركية في اجتماع الرئيس التركي مع القادة العسكريين في وضع السكنات العسكرية خارج إطار المدن حتى يصعب دخولها إلى المدن ويصعب وجودها فتعاود الانقلابات مجددا. خلاصة المشهد، هناك محاولة ترتبط بالسياق الجديد ما بعد فشل الانقلاب، فرصة مواتية للرئيس التركي والسياسة الأتراك في وضع الجيش في محددات وتشكلات وتمظهرات لم تكن معهودة للجيش التركي بشكل عام في العقود السابقة. إما أن يذهب الرئيس التركي ومن معه إلى تأصيل هذا المشهد، وإما أن يعود مرة أخرى إلى الوراء ولن تفلح محاولاته في تحييد دور الجيش في داخل التركي. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى زهران المحلل السياسي المتخصص في الشؤون التركية.
وعودة إلى الشأن السوري، حيث أحكمت القوات السورية قبضتها حول حلب، حيث أعلنت سيطرتها على حي بني يزيد الذي يعد أحد أهم معاقل جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وقال محافظ حلب إن القوات ستفتح معابر لخروج المدنيين من الأحياء المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة، حيث تم تجهيز 3 معابر إنسانية لهذا الغرض. ونفذت الطائرات السورية والروسية غارات على المدينة وحول طريق الكاستلو المؤدي إلى خارج حلب وشمالا باتجاه تركيا. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن دي مستورا روسيا والولايات المتحدة إلى العمل معا من أجل خفض القتال في سوريا. وأوضح المبعوث الدولي أن فشل خطة التعاون الأمريكية الروسية سيكون له أثر سلبي للغاية على محادثات السلام المرتقبة، وقال إنه من السابق لأوانه التعليق على إعلان سوريا وروسيا عن خطة مساعدات للمدنيين بالمناطق المحاصرة في شرق حلب والعفو عمن يستسلمون من المقاتلين، مضيفا أن الوضع في حلب خطير للغاية حيث لا تكفي المؤن إلا لأسبوعين أو 3 أسابيع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من سوريا لقاء شحادة مراسل النيل. لقاء، ما هي آخر التطورات وخاصة بعد الأنباء التي وردت عن إحكام القوات السورية قبضتها حول حلب وأيضا الانتصارات التي حققها الجيش السوري النظامي وسيطر على أحياء كانت تسيطر عليها المعارضة من قبل؟ نعم، الأحياء الشرقية في مدينة حلب محاصرة من كافة الجهات، الجيش السوري والقوات الحليفة له لم تبقي لهذه الأحياء أي متنفس للخروج، خاصة بعد المعارك التي استطاع من خلالها الجيش السوري أن يسيطر بالكامل على حي بني زيد وهو المعقل الأهم في الأرياف أو في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. هذه المعقل الذي كانت تنطلق منه صواريخ الكاتيوشا ومدافع الهوان لتقصف مدينة حلب والمدنيين في هذه المدينة. حاليا الجيش السوري تبعته وحدات الهندسة التي تقوم بتفكيك العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات والتي يربو عددها على الآلاف كما فهمنا من مصادر عسكرية ميدانية في حلب أو سواء في دمشق. الجيش السوري فتح معبرا آمنا للمدنيين الذين يريدون الخروج من هذه المناطق والابتعاد عن أماكن الاشتباك عبر بستان القصر، بينما فتحت الوحدات الروسية معبرا للمسلحين المتواجدين عبر خط الكاستيلو. حركة أحرار الشام معظم المقاتلين بها انسحبوا إلى منطقة أرياف أدلب، بينما حركة نور الدين الزنكي وحركة استقن كما أمرت انسحب مقاتلها إلى الريف الجنوبي الغربي من مدينة حلب. هناك أنباء عن أن وحدات من الفرقة 16 أو الفرقة 16 والتي تتبع للجيش الحر سلمت نفسها للجيش السوري. أيضا ما وصلنا أن هناك تحضيرات تقوم بها الحكومة السورية في محافظتين أو 3 على الأقل لإرسال الإغاثات الإنسانية والمساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة حلب، وخاصة إلى الذين سينزحون من مناطق القتال باتجاه المدينة الآمنة أو المدينة التي تسيطر عليها الدولة السورية. طبعا قوات الجيش السوري بعد بني زيد تقدمت باتجاه مخيم حندلات، هذا المخيم الذي يشهد هذه اللحظة اشتباكات أكثر من عنيفة، اشتباكات حامية جدا ما بين الجيش السوري والمسلحين الذين بقوا في هذه المنطقة وتحديدا في مخيم حندرات والمناطق المجاورة لهم. يعني ما وصلنا أن جبهة النصرة المقاتلين الذين ينتمون لجنسية السورية من جبهة النصرة انسحبوا من أماكن القتال، بينما بقي المقاتلون الأغراب والذين ينتمون إلى جنسيات أخرى يراهنون على النصر ويستمرون في قتالهم. أيضا الجيش السوري يخوض معه. إليك، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من سوريا لقاء شحادة مراسل النيل، شكرا لك. بانوراما النيل متواصلة معكم وفيها، ولكن بعد الفاصل الاقتصادي، الحوثيون يعلنون اتفاقا مع حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إنشاء مجلس لحكم البلاد.
نتناول معكم الآن في بانورامي لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية. تفاصيل الأخبار مع الزميل أمير داود. إليك. شكرا لك سحر. شكرا ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة عند معدلاتها دون تغيير. قررت لجنة سياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75% و12.75% على التوالي. وذكر البنك المركزي المصري في بيان له أن لجنة سياسات النقدية قد قررت أيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 12.25% وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.25%. رحب صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصر في الحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي، وأعرب في بيان له عن مساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية ودعمها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام يعمل على توفير فرص العمل. في بادرة لبدء إصلاح اقتصادي، رحب صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصر في الحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي، معربا عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية ودعمها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن بعثة من الصندوق سوف تقوم بزيارة رسمية لمصر اعتبارا من 30 من يوليو الجاري، وذلك لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن. من جانبه، حرص رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية على التأكيد على أهمية استكمال المباحثات وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماد واستكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة مجلس النواب، وذلك للبدء في برنامج مالي للتعاون مع الصندوق على مدى 3 سنوات القادمة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وبما يحقق الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية ويساعد في تحقيق معدلات النمو المستهدفة. ويرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أن تلك الخطوة سوف تعزز موقف مصر الاقتصادي لدى المؤسسات المالية العالمية للتصنيف الائتماني، كما ستعمل على تحقيق نمو قوي ومستدام يعمل على توفير فرص العمل. وفور إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لبرنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، التقط الجنيه المصري أنفاسه في السوق الموازية التي تشهد حالة من الانتظار والترقب. من جانبها، قالت وزارة المالية إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لن يرفع حجم الاقتراض، مشيرا إلى أن مصر ستسدد نحو 8 مليارات دولار لجهات مختلفة من ديونها خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتخطى حجم القرض الذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار. وأضافت الوزارة أن القرض من المؤسسة الدولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل بعد أن وصلت الفائدة إلى 17%. وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي بعد أن سجلت نحو 97%. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في نهاية تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية بدعم من توقعات الحكومة بالحصول على أولى شرائح قرض صندوق النقد الدولي خلال 2 شهر. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 400
15 مليارا و800 مليون جنيه، ونجح مؤشر البورصة الرئيسي جي اكس 30 في تجاوز مستوى 8000 نقطة لأول مرة منذ عام، ليغلق اليوم عند 8030 نقطة، مسجلا مكاسب يومية تقدر ب 1.47%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة 38%. تفقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم معرض المنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة الذي تستضيفه وزارة الخارجية خلال الفترة من 26 إلى 28 من يوليو تحت شعار اشتري مصري، والذي يتم تنظيمه بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتابعة لمجلس الوزراء، وكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعي. وخلال تفقده للمعرض أعرب شكري عن إعجابه بالمستوى الراقي للمنتجات المعروضة، كما وجه شكري بقيام السفارات المصرية في الخارج بتنظيم معارض لمنتجات الشباب المصري المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية في مقار السفارات والقنصليات المصرية. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة من جديد إلى زملاء ليلى عمر وسحر صبري واستكمال البانوراما. شكرا أمير. متواصلون مع حضراتكم، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه البابا تودروس على أهمية التحسب لمحاولات بث الفرقة والفتنة بين أبناء مصر. مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا يجتمع لأول مرة في مقر مجلس الوزراء، وأردوغان يسعى أن تخضع القوات المسلحة ووكالة المخابرات الوطنية لسلطة الرئاسة. الجيش السوري يعلن سيطرته على حي بن زيد في حلب، والأسد يصدر عفوا عن كل من حمل السلاح وبادر إلى تسليم نفسه. قتلت قوات الأمن العراقية العشرات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلال عملياتها شمال مدينة رمادي بمحافظة الأنبار. وشن طيران التحالف الدولي ضربة جوية على المدينة أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير منصات للصواريخ وعدة مواقع يتحصن بها المسلحون. وعلى صعيد متصل، قتل طيران التحالف الدولي عدة قادة لداعش إثر استهداف اجتماعا لهم من ناحية القيارة جنوب الموصل. بدأت قوافل النازحين العراقيين في العودة إلى منازلهم بمحافظة الأنبار بعد تحريرها من تنظيم داعش، واستطاعت القوات الحكومية وبدعم من التحالف الدولي في تحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش، مما مهد الطريق لعودة آلاف النازحين إلى منازلهم. تلك واحدة من قوافل العودة التي تحمل النازحين العراقيين من مخيمات النزوح في بغداد إلى منازلهم في محافظة الأنبار. أكثر من 120 عائلة يحملون أمتعتهم يتوجهون إلى منازلهم في محافظة الأنبار بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. اليوم تنطلق قافلة من مخيم الكسنزان، قافلة الشيخ الدكتور نهرو محمد المحمد الكسنزان الحسيني، راعي وداعم هذا المخيم، قام بتسيير أكثر من 120 عائلة هذا اليوم للرجوع إلى مناطقها بعد تحريرها من إرهاب داعش. المناطق تحررت، بدأت الخدمات تعود شيئا فشيئا، ورجوع العوائل سيدعم استقرار هذه المناطق. وفي مخيم بغداد قضى الآلاف من النازحين أكثر من 18 شهرا لحين تحرير المحافظة من تهديد داعش. فصار لنا تقريبا سنة ونص هنا، فهسه حملنا غراضنا راح نرجع لمحافظة الأنبار، توفر الأمن والأمان إن شاء الله بيها، ومغادرين الأهلنا غاد إن شاء الله، وماكو غير الخير والاطمئنان. لقيتوا معاناة هنا؟ لا لا أبد، ما لقينا، بس قصف الهاونات مرات. وخلال الأشهر الأخيرة نجحت القوات العراقية بدعم من مقاتلات التحالف الدولي في تحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، وكذلك مدينة الفلوجة ذات الأهمية الاستراتيجية من أيدي تنظيم داعش الإرهابي.
أعلنت جماعة الحوثيين اتفاقا مع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على إنشاء مجلس لحكم البلاد. وأكد الطرفان في بيان نقله أحد المواقع الإلكترونية التابعة للحوثيين أن رئاسة المجلس ستكون دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحوثيين، ويسر الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس. ميدانيا، قتل 11 من عناصر الميليشيات في اشتباكات مع القوات اليمنية شمال محافظة تعز إثر محاولتهم شن هجمات على مواقع القوات والمقاومة. كما قتل 2 من أفراد القوات الشرعية اليمنية في هذه الاشتباكات وجرح 11 آخرين، بينما قتل مدني وجرح 11 من قصف الميليشيات للأحياء السكنية. وفي عدن قتل جندي يمني وأصيب آخر خلال اشتباكات بين قوة من الجيش والأمن ومسلحين يقولون إنهم تابعون للمقاومة أقاموا نقطة تفتيش بالطريق الرئيسي بحي العريس في عدن. والآن نتحول لمتابعة أخبار الرياضة. إيمان الشيخ في انتظاركم وطائفة من أبرز الأنباء الرياضية. إليك إيمان. شكرا لكم.